السلام عليكم طلاب كلية الفراء بجامعة الأهلية المرحلة الثانية. طلاب اليوم محاضرتنا إن شاء الله هو استكمال ما بدأناه للمحاضرة السادسة. حقيقة طلاب احنا هذا الجدول انه حفظنا انه احنا شنو اللي نطرق له وعرفنا انه شنو هاي الاشياء اللي موجودة داخل الجدول، خصوصا الاشياء اللي لونت لكم اياها معناها هاي الاشياء اللي احنا اخذناها بالتفصيل. اليوم طلاب راح ناخذ انه احنا الاسبوع الماضي بدينا بالفايلم بلاتيهيلمنثس اللي هي ديدان المسطحة، واخذنا الكلاس الاول هو التريماتودا، واخذنا جيناس الفاشيولا والفاشيلوكسس بوسكاي والباراغونيماس ويسترماني، مجموعه يعني ديدان تنتمي الى كلاس التريماتودا، وعرفنا انه هذولاك الانواع كانوا تخص الليفر فلوكس والانتستانال فلوكس واللانج فلوكس. اليوم طلاب راح ناخذ الجيناس اللي انا ملونت لكم اياه باللون الازرق اللي هو جيناس الشيستوسوما اللي هو يخص البلاد فلوكس، وقلت لكم انه حنشوف فروقات تخص الشيستوسوما عن بقيه انواع الفلوكس. زين كلاسس ستود طلاب هذا شنو؟ هذا حقيقة انتم التقارير اللي تقدموا لنا اياها اللي مسؤولين عنها بالفاينل واللي راح تنحط بيها درجة فاينل. هاي هذا الكلاس انه احنا يعني تقريبا حنكون اصلا يعني ماخذي وياكم عن طريق التقارير اللي تقدموها، واني ما تودا اصلا ما راح اتطرق لها على على اعتبار انه الوزاره طلبت شو اسمه حذف جزء من المنهج وما نغطي كله. المهم نقطة احنا هاي احنا همينا مر علينا هذا السلايد. لاحظوا انه البلاد فلوكس لاحقاني لو تلكيها باللون الاخضر يعني حتى تعرف انه هي بيها اختلافات عن بقية انواع الفلوكس، اذا عن الليفر والانتستاينال واللانج فلوكس. اوكي البلاد فلوكس طلاب كم دودة حناخذ اليوم؟ راح ناخذ ثلاث ديدان اللي هي شيستوسوما مانسوناي، شيستوسوما هيماتوبيوم، والشيستوسوما جابونيكوم. اوكي اذا هاي ضروري تحفظ الاسم العلمي وما تغلط بكتابة الاسم العلمي وياي، فمن يجيك فراغ بالامتحان اذا انت كتبت الشيستوسوما الاس بالسمول لتر والماتسوناي بالكابيتال لتر يعتبر الاجابة غلط. انا نبهت عليه اكثر من مرة، وخلال يعني 7 محاضرات انا انبه على الاسم العلمي، فالطالب يتحمل مسؤولية او نتيجة كتابته الغلط. زين نشوف طلاب التريماتودا اللي هي البلاد فلوكس شنو بها هذه المجموعة. لاحظوا وياي الاسم الدودة اللي حتسبب لي الإصابة بهذا الجزء من الدم هي شنية؟ الشيستوسوما. أوكي إذا الشيستوسوما هي اسم الدودة. زين الشيستوسومياسيس تلاحظ هذا الياسيس شيستوسومياسيس معناه هذا اسم المرض اللي تسبب لي الشيستوسوما. أوكي بدون تحديد أي نوع لحد هنا. فلاحظ من اجيب لك تعريف الشيستوسومياسيس شو تقول لي؟ It is a disease caused by schistosoma species. اوكي اذا هو عباره عن مرض تسببه انواع الشيستوسوما. اوكي زين لاحظ وياي هنا تشوف هذول باللون الاخضر هذول مجموعه امراض، كل مرض له نوع محدد من الدوده اللي حتصيب لي اياه وياي. زين فلاحظ هنا these are flukes that reside mainly in the blood vessels of various organs. اوكي اذا هذه الدوده تستقر ب وين؟ بالاوعيه الدمويه مال اعضاء مختلفه. اوكي the disease ranks second benth malaria of the list of parasitic diseases. اوكي اذا هذا المرض طلاب شو يعتبر؟ يعتبر ثاني مرض يصيب الانسان بعد الملاريا. اوكي ويعتبر شنو من اخطر الامراض اللي همينا تصيب الانسان. زين it can spread through water based development project and immigration. اذا هذا شلون حننصاب بهذا المرض؟ حقيقه طلاب انه هذا المرض يعني حيصيبنا عن طريق دخول الطور الممرض من خلال الجلد مالتنا. اوكي الشيستوسوم is only fluke with separate sexes. اوكي اذا هنا الشيستوسوم هي شنية؟ عبارة عن شنية منفصلة الاجناس. هذا الحكي ما شفناه احنا بالبلاد بالليفر فلوك عفوا ولا الانتستانال فلوك ولا اللانج فلوك، يعني انا من ارجع على هذول شفنا الذكر والانثى، هذول الثلاثة الزرق شفنا الذكر والانثى على نفس الدودة، تتذكرون ميل والفيميل على نفس الدودة، لكن بس بالبلاد فلوك راح اشوف السكسز شبيهم سيبريت حينفصلون الاجناس، يعني اكو ذكر واكو انثى. زين the female worms lies in the gynecophore canal of the male. اوكي اذا الانثى وين تستقر؟ الذكر حيكون عنده فد
اخدود او يعني فد اخدود على طول جسمه، او شلون تسموه ثقب على طول جسمه، راح تستقر به الانثى. اوكي زين، there are three medically important species اللي هي ممنوع، ثلاث انواع بهم اهميه طبيه وسجلوا بها اصابات حقيقيه، اللي هي منو الشيستوسوما مانسوناي، هذه هو اسم الدوده. شنو اسم المرض causes، شنو اسم المرض اللي سبب ليها؟ هو الانتستينال شيستوسوميسيس. اوكي اذا هذا الانتستينال شيستوسوميسيس هذا من اسالك عليه، هو it is a disease caused by شيستوسوما مانسوناي. ارجع اعيد نقطة رقم 2، شيستوسوما هيماتوبيوم هذا اسم الطفيلي، هذه اسم الدودة الطفيلية. اوكي المرض اللي تسبب ليها اسمه مرض البلهارزية. اوكي بلهارزياسيس، طبعا هذه اسم اخذت هذا الاسم وفقا للعالم اللي اكتشفه. اوكي فنلاحظ من اجيب لك ديفاين البلهارزياسيس تقول لي نفس هذا التعريف، it is a disease caused by، ما تقول لي بعد شيستوسوما سبيشيز، تقول لي شيستوسوما هيماتوبيوم. اوكي اجي على شيستوسوما جابونيكام تسبب لي مرض اسمه الاورينتال شيستوسومياسيس، داء المشقات الشرقي، وهذا داء المشقات المعوي، وهذا مرض البلهارزيه. فهذا الاورينتال شيستوسومياسيس ارجع همينا نفس التعريف، it is a disease caused by، ما نقول بعد شيستوسوما وحدها، لا نقول شيستوسوما جابونيكام. اوكي اذا هذا التعريف ثابت، وين اذا اجيب لك واحد من هذول الامراض وين تغير لي؟ هنا بدل الشيستوسوما سبيشيز اضيف لي الاسم السبيشيز اللي خاص بها. يعني اما تضيف لي اذا جبت لك الانتستاين تضيف لي المانسوناي وياه هنا بالتعريف، او الهيماتوبيوم شيستوسوما هيماتوبيوم او الشيستوسوما جابونيكوم. فهذه طلاب هي عندنا ثلاث ديدان طفيليه، وهذه هي الثلاث امراض اللي تسبب ليها كل دوده طفيليه حسب اسم الجينس. زين اجي طلاب على الانترودكشن، unlike other trematodes schistosome dioecious، شنو معنى dioecious؟ معناها منفصلة الأجناس، forming separate sexes، يعني هنا عرفنا هاي النقطة انه هي بها ذكر وبها أنثى على عكس الأنواع الأخرى من الفلوكس. زين الأدلت worm have elongate tubular bodies، فلاحظ طلاب هنا هذه حقيقة هي عبارة عن هذا هو جسم الذكر، يكون الذكر عريض وقصير، لكن الأنثى طلاب شو تكون؟ تكون طويلة ورفيعة. لاحظوا الأنثى شلون مستقرة بهذا الجينيكوفوريك جروف، تشوفون هذا الأخدود اللي على طول جسم الذكر، هذا الأخدود تستقر به الأنثى، هذه هي الأنثى تكون رفيعة وطويلة أطول من الذكر. زين فلاحظ بالامتحان من أجيب لك مثلا هذه الصورة وأشر لك مثلا على هذه، على هذه اشير لك، اقول لك انه هذه يا جنس، تقول لي فيميل. اوكي اقول لك هذه يا جنس، اقول لك هذا ديفاين سكس، شنو اعرف هذا سكس؟ يا سكس هذا، اور منشن ذا سكس، شنو هذا يا سكس هذا؟ تقول لي الميل، هذا من هي؟ هذه الفيميل. شلون عرفت هذا الميل؟ عن طريق هذا الجينيكوفوريك غروف، بالاضافه الى انه يكون عريض وقصير الذكر. فلاحظ هذا مهم، الجينيكوفوريك كانال اور الجينيكوفوريك غروف نفس الشيء. اذا اشر لك على الغروف هنا، انا اشر لك على الغروف هذا، هنا الغروف، فتقول لي هو الجينيكوفوريك غروف. هاي مهمه الاشياء اللي انا دا اعددها. هنا شنو وظيفه الجينيكوفوريك كانال اور الجينيكوفوريك غروف؟ هاي القناه شنو وظيفتها؟ هذه الاخدود، انه الفيميل ورم ريسايت، انه الانثى تستقر بها. اذا جبت لك وظيفه هذا الاخدود انه شنو الانثى تستقر به، انه الانثى تستقر هنا وتبدي عمليه التزاوج حتى تبدي الانثى بعدين تبيض. They live inside a visceral blood vessels and commonly known as blood flux. ليش طلاب هي سميناها مخرمات او مثقبات الكبد او داء المشقات الدموي؟ ليش احنا سمينا هذا الشيء؟ لانه they live inside the visceral blood، يعني مثلا بالكبد اوكي او بالامعاء، الدوده هناك راح تستقر بالاغذيه مال مثلا الامعاء اوكي، وتبدي شو تسوي؟ تبيض ويعني تعيش حياتها الدوده. فهنا طلاب حقيقه احنا انا كل سنه طبعا ناخذ معلومات شلون نفرق مثلا هذول، اذا تشوفوهم هذول شيستوسوما مانسوناي الهيماتوبيوم الجابونيكوم، هذول الديدان بهم صفات واحده تختلف عن الثانيه. هسه انا ما راح ناخذها لانه حيصير عندكم يعني كلش هواي الموضوع، يعني شلون افرق المانسوناي مثلا عن الهيماتوبيوم؟ طبعا الذكر حيكون افرق بعدد التستس، والانثى افرق بموضع الاوفري، يعني موضع الاوفري هل هو بدايه الجسم او وسط الجسم الدوده او نهايه جسم الدوده، بالاضافه الى انه ذكر عدد التستس هل هي 4 هل هي 9، يعني هالشكل هذا، وبالاضافه الى انه البيوض، يعني البيوض احجام البيوض مالتهم، وحده كبيره وحده صغيره وحده وسط، يعني هيك هالشيء فقط. يعني اخذت لكم موضوع واحد
راح تحفر بين الديدان، هسه اشوف لكم بيه. فلاحظ هنا طلاب يقول لي intestinal cica united posteriorly to form single cica، انه الامعاء مالت هذه الديدان طبعا داخل هذا الجسم الدوده يكون شنو هو متفرع وبعدين يلتحم نهايه جسم الدوده حتى يكون لي single cica. 4 to 8 testes are found in male depending on species. فلاحظ انه هنا اعتمادا على النوع، اما نوع بي only for testes or 8 testes حسب النوع، فاحنا هاي كتبكم راح نتطرق عليها السنه. Only single ovary in females، الانثى عندها فقط مبيض واحد، وموقع المبيض طبعا هيختلف بين الاجناس، انا هم قلت لكم راح اتطرق لهذا الموضوع. زين من هسه هنا طلاب حنبدي، طبعا هنا اخذنا فتفرق هنا يختلف عن بقيه انواع الفلوكس اللي هو دايشياس، هذيك كانت مونيشياس تتذكرون. اذا هذا هو الفرق الاول، من اجيب لك فرق او مقارنه بين البلاد فلوك اند اذر تايب اوف فلوكس اور اذر تايبس اوف فلوكس، اللي هو يعني فرق بين مخرمات الدم والانواع الاخرى من الفلوكس، اللي هو هذا قصدي بيه. اذا اقول لك هنا فرق بين البلاد فلوكس يعني مقارنه عن اذر تايبس اوف فلوكس، هذولي الانواع الاخرى. حقيقه اول فرق اخذته هو الدايشياس، هذول هاي البلاد فلوك هي دايشياس، ذيك كانت مونيشياس. زين اجي طلاب، السيركاريا اوف سيستوسوم سبيشيز از فوك تيلد، اذا الريل مالتها شي يكون هنا هذا مشطور النهايه، ذيك كان مشطور النهايه، اذا هذا هو فرق ثاني، ذيك كانت مشطور النهايه وتشبه النطفه الذكريه مثل ما شبهت لكم اياها، الريل عدل ما بي اي شو اسمه اي تفرع بالاخير، لذلك ذيك انفوك تيلد تقول لي انفوك تيلد، هاي شو تقول لي هنا؟ تقول لي فوك تيلد، اوكي؟ اذا الذنب مشطور. زين اجي طلاب على شيء ثاني، يقول لي نو راديا ان ذا لايف سايكل ستيتس. زين الراديا هناك شفناها لو ما شفناها؟ شفناها. هنا شيء يقول لي نو راديا، اذا هنا ماكو راديا. زين هذا الفرق الثالث. لايف سايكل انكلودز دوره الحياه شو تضم؟ تضم الايج، الميراسيديام، سبوروسيست والسيركاريا. اكو شيء فقد هنا اذا تذكرون، اكو هناك طور الاصابه الانفكتيف ستيج، منو كان؟ كان الميتا سيركاريا، اذا هنا هم اختفت الميتا سيركاريا، اذا طور الاصابه هو من هو؟ السيركاريا، هذا هو الفرق الرابع، اوكي؟ اذا الميتا سيركاريا اختفت هنا من البلاد فلوكس، لكن بانواع الفلوكس الاخرى كانت موجوده الميتا سيركاريا. الايج از ذا دايجنوستيك ستيج، البيضه هي طور شنو التشخيصي، يعني من شخص مصاب بالشيستوسوما انا حاخذ منه عينه اما ادرار او خروج وراح افحص العينه، راح اشوف البياضه مال احد انواع هاي الديدان، اوكي؟ جوا المجهر، فاذا انا دا اشخص الاصابه بهذه الدوده، اذا هو يعتبر دايجنوستيك ستيج، انتبه. الايج. السيركاريا طلاب از ذا انفكتيف ستيج، اذا طور الاصابه هو من هو؟ السيركاريا، اذا طور الاصابه هو منو؟ السيركاريا. الانواع الاخرى البقيه اللي ذيك المحاضره اخذناها منو الانفكتيف ستيج؟ كان الميتا سيركاريا، اوكي. الايج ديبوسايت ان ذا سيركليشن بنتريت ذا جات اور بلادر تو ذا اكسيرتد وذ فيسز اور يورين، اذا هنا يقول البيضه وين اكسكريتد، وين راح تنطرح؟ ويا الفيسز اور اليورين. هسه راح يعني نتقدم بالمحاضرة وراح تفتهم ليش انه هي excreted with feces or urine. هنا يقول لي in water the egg release miracidia، هاي طبعا جزء من دورة الحياة، which infects the snail and undergo a sexual proliferation through sporocyst stage eventually releasing sericaria back into the water. زين اذا هنا راح اشوف انتبه على شغلة له، انه السيركاريا طلاب ما راح تحتاج بعد مضيف وسطي ثاني، إذا تتذكرون ذاك المحاضرة كان عندنا مضيف وسطي أول ومضيف وسطي ثاني اللي كان السنيل، وأما الأعشاب أو السلطعون أخذنا، أو ال شو اسمه أخذنا التشيسنوت أخذنا همينة المضيف الوسطي الثاني، هنا لا بس مضيف وسطي اول اللي هو من هو السنيل، ورا ما يخرج السيركاريا من السنيل مباشره تصيب الانسان، اذا هنا بها مضيف وسطي واحد ومضيف نهائي واحد، اوكي؟ اذا الفيرتبريت هوست بيكام انفكتد باي سيركاريا دايركت بنتريشن اوف ذا سكن، اذا شلون ينصاب الانسان؟ عن طريق شنو هو؟ عن طريق السيركاريا اللي راح تدخل دايركت بنتريشن، اللي راح تثقب يعني الجسم الجلد مباشره وتدخل الى داخل الجسم، اوكي؟ اجي طلاب هنا عن دوره الحياه، لاحظ لي دوره الحياه حتى انه بالثلاث انواع مال الشيستوسوما
لثلاث انواع من الشيستوسوما هي نفس الدورة الحياة اللي تمشي بها، لذلك جمعوها بدورة واحدة. اريدك تعرف هنا شغلة حتى ما انتهي بعد الموضوع، بتلاحظ هذه هي البيضة، اوكي؟ هاي البيضة اللي تشوف طالعة من جسم الانسان، اوكي؟ هاي البيضة طالعة من جسم الانسان، هنا كاتب لي ان يورين، ان يورين بالادرار، وهذول الاثنين هذه وهذه انفيسز بالخروج طالعين هذول البيوض. زين، شنو فرق هذه عن هذولي؟ هنا ايش مكتوب للطلاب؟ مكتوب شيستوسوما هيماتوبيوم. الشيستوسوما هيماتوبيوم معناها هذه النوع من الشيستوسوما راح تتواجد الدوده بالاورده اللي تخص الجهاز البولي. انيورين معناها البيضه، راح الدوده راح تستقر بالفين اللي موجوده بالقناه البوليه، وراح تخرج البيضه ويا اليورين. فلاحظ طلاب اكو فرق هنا، اذا تشوف هاي الشوكه، اذا كانت الشوكه طرفيه اوكي او نهائيه، هذه معناها دوده الشيستوسوما هيماتوبيوم. هذه طلعت لي ويا الادرار، هذا اذا فرق، اذا الشوكه بالنهايه وهذه طلعت ويا اليورين. زين، اجي على هذول الشيستوسوما جابونيكم والشيستوسوما مانسوناي، هذول وين حيطلعون؟ حيطلعون بالفيسز. زين، الجابونيكم طلاب عادة ما بيها شوكة، أوكي؟ شوفها كروية الشكل. المانسوناي وين يكون الشوكة مالتها؟ تكون الشوكة جانبية. الشوكة شو تكون؟ جانبية وليس طرفية. الشوكة جانبية طلاب، بالإضافة إلى أنه هذول الاثنين يطلعون بالفيسز، يطلعون بالفيسز، لكن هذه تطلع باليورين. وياي؟ فلاحظوا وياي. طلعت، نبدي من هنا هاي البيوض، طلعت هذه البيوض اللي هي أنا عرفت إنه هي شنية دايجنوستيك ستيج. اوكي، معناها راح اشوفها جوا المجهر. شوف هنا هذا الدايجنوستيك ستيج، من تشوفها حاط لك هنا بصفها مجهر، معناها العين حتحطها جوا المجهر وتفحصها. اوكي، اجي هنا حاط لك هنا المجهر، معناها هذول طور تشخيصي. فيقول لي الايك شيد فروم انفكتد هيومن، اذا البيضه راح تطلع من الشخص المصاب. فنكمل، يقول لي الايك هاتش اند ريليز ميراسيديا، البيضه راح تطلع للمي وراح تفقس البيضه الى طور اسمه الميراسيديا. هذا عرفت الميراسيديا، وعرفت انه الميراسيديا مدى راسيليا حتى تساعده بالسباحه داخل المي. هذا الميراسيديا طلاب راح يخترق السنيل، راح يخترق السنيل اللي هي، شوف حاط لك هنا ثلاث انواع من السنيل، اي كل نوع من الشيستوسوما لها نوع محدد من السنيل، تصيب نوع محدد من السنيل. طبعا الاسماء العلميه مال السنيل هم شريتها من عندكم واختصرت بالماده، فشي كلش كبير حتى اساعدكم خلال هذا الظرف اللي دنمر به. فلاحظ انه الميراسيديا فلتريت سنيل تشو، اذا الميراسيديا راح يخترق شنو الانسجه مال الحلزون، راح يتضاعف او يتكاثر السنيل، عفوا الميراسيديا داخل السنيل، ويتحول الى طور السبوروسيست داخل السنيل. هذا هو السبوروسيست ديفلوب ان سنيل، راح يتطور الى سنيل السبوروسيست، لكن الريديا ما راح نمر بطور الريديا. فبعدين السيركاريا راح تخرج من جسم السنيل، ففري سويمنج سيركاريا ريليزد فروم سنيل انتو ووتر. اوكي، اذا راح تطلع السيركاريا من جسم السنيل، وشلون عرفت انه هاي السيركاريا مال الشيستوسوما؟ عن طريق هذا الذنب المشطور. اوكي، هذا مهم، سلايد طبعا مهم، هسه اجي اشوف لكم اياه. لاحظ طلاب هذه العلامه، هذا شوف هاي العلامه هي هنا بدورة الحياة، حتى تعرف شنو اكو دورة الحياة. هاي العلامة معناها اللي هو الانفكتيف ستيج، هذا هو طور الإصابة. هذه السيركاريا طلاب ايش يقول لي؟ يقول لي بنترايت سكن، السيركاريا بنترايت سكن راح تخترق جسم الإنسان، وهسه راح اشوفكم صورة أوضح شلون الوضعية. طبت السيركاريا إلى داخل جسم الإنسان، فشوف السيركاريا لويس تيلز، السيركاريا طبعا هي مو وحدة حتفوت لنا، حتفوت لنا مجموعة من السيركاريات من الجلد مالتنا. فمن تدخل جسم الإنسان طلاب راح تفقد التيل مالتها، راح تفقد الذنب مالتها during penetration and become schistosomules، راح تتحول، يعني هذه تخيلها فقدت الذنب مالتها، شلون يصير شكلها؟ حيصير شكلها هذا بهالشكل. أوكي، فهذه طلاب هي شنو؟ هي عبارة عن هذه هي الشيستوسوميولز. فمن اجيب لك اعرف الشيستوسوميولز، اعرف الشيستوسوميولز هي اللارفال ستيج، اوكي، اوف من هو الشيستوسوما سبيشيز. اوكي، اذا هي الطور اليرقي مال انواع الشيستوسوما. اوكي، فهاي الشيستوسوميولز طلاب راح تدخل بالجهاز الدوران بالسيركوليشن وميجريشن تو بورتال بلاد ان ليفر اند ماتوريشن انتو ادلتس، اذا هنا راح تطلع، راح تروح للكبد، اوكي، وراح تنمو الى دوده بالغه.
طبعا هذه الجدد البالغة، هذا هو الذكر، شوف، وهذه هي الأنثى، شوف حاط لك علامة يمها علامة الأنثى، هذه هي الأنثى. طبعا هنا أنا من بالكبد وصلت مرحلة البلوغ هذه الدودة. هسه شو تسوي؟ راح تهاجر من يعني وصلت مرحلة البلوغ، راح تهاجر الأنثى إلى أي موقع من المواقع. شوف هنا المناطق اللي حاط لك لونها حمر، أوكي، هذه بالمثانة، هذه هي بالأمعاء الدقيقة الغليظة، وهذه هي الأمعاء الدقيقة. إذا تشوفون طلاب فلاحظوا وياي، طبعا هاي بالأوردة المساريقية، أما السفلية أو العلوية حسب النوع. هسه أشوفكم شلون تستقر هنا الدودة بهاي الأوعية اللي هنا، وتبدي شو تسوي؟ تبيض. فالبيضة من بيضت هنا الدوده، وين حتطلع هنا ما دام هي امعاء؟ تطلع ويا الغائط، اوكي. اذا بيضت هنا الدوده وين تطلع؟ البيضه ويا الغائط ايضا. اذا هذول من هو؟ الجابونيكم والمانسوناي. اذا بيضت الدوده هنا بالاوعيه اللي الخاصه بالجهاز البولي، وين تطلع البيوض؟ ويا اليورين، معناها هاي شو هيماتوبيوم، اوكي. فهي هالشكل تصير دوره الحياه. فطبعا هنا شوف، هنا يقول لي paired adult worms migrate to، انه هذول المرتبطين الذكر والانثى راح يهاجرون الى الميزنتريك فينيولز to bolt rectum lying eggs and circulate to liver and shed into stools. اذا هنا الاي والبي، شوفوا هنا يقول لي حيصير هجره، راح تهاجر الدوده وراح تبدي تبيض حتى البيضه تطلع ويا الستول، راح تطلع ويا الغائط، او انه الفينس بلكسس اوف بلادر ايج شيد ان يورين، او انه الدوده تهاجر هنا بالاورده وتبدي تبيض وتطلع لنا البيضه ويا الادرار. شوفوا الطلاب هاي دورات حياتي، يمكن هاي يعني ما اعرف اسهل او يعني اوضح لكم. فشوفوا هذه الطلاب هي عباره عن هذا الشخص، اوكي، هذا الشخص قام تغوط بمنطقه قريبه من النهر او يعني طبعا هو عاده تعيش بالفريش ووتر، اوكي، فتغوط يم النهر، هذا الغائط يعني صار بالمي، فهو هذا الشخص اساسا مصاب بالشيستوسوما. هاي دوره حياه طلاب حقيقه عن الشيستوسوما مانسوناي اي جابونيكم. اذا هذا الشخص اتضرر بالادرار مالته، اذا كان مصاب بالشيستوسوما هيماتوريوم راح تطلع البيضه طبعا من الادرار مالته. زين، فهنا انا ريليز اوف ايج وذ فيسز اند يورين حسب انه هو النوع، طبعا هي بس قلت لكم بس مانسوناي وجابونيكم، ماكو هيماتوريوم هنا. هاي البيضه طلاب راح بالماء تنضج وتفقس الى طور الميراسيديا، شوف هذا سيليا مدايره، هذا الميراسيديا راح يدخل الى داخل جسم السنيل، راح يتكاثر داخل جسم السنيل الى طور شنو؟ الى طور السبوروسيست، ومن ثم الى طور السيركاريا. اذا شنو هي الاطوار اللي موجوده داخل السنيل؟ سجلها يمك تجيك بالامتحان. الشيستوسوما الاطوار اللي موجوده داخل جسم السنيل هي اولا السبوروسيست، اثنين السيركاريا، اوكي. راح يطلع السيركاريا من جسم السنيل، طلعت السيركاريا عن طريق هذا الذنب المشطور مالتها، راح تقدر تسبح. هذا الشخص جاي دا يسبح بالمي، هاي شو تسوي؟ سكين بنتريشن، راح تدخل هذه السيركاريا الى داخل جسم الانسان. من دخلت شو تسوي؟ تفقد الذنب مالتها وتتحول الى طور الشيستوسوميولز، هذا هو الطور اليرقي مال الدودة الشيستوسوما، وراح تروح مباشرة الى من؟ الى الكبد، راح تروح للكبد، اوكي. وهناك راح تنضج، شوف هنا كبر لك اياها، هاي الطور اليرقي راح ينضج الى شنو؟ دوده بالغه اللي هي ذكر وانثى. زين، لانه احنا قلنا مو وحده بس سركاري حتفوت لنا حتى يعني تكمل دوره حياه مجموعه سركاريا طبعا. زين، وتتحول الى دوده بالغه، هذه الدوده البالغه مثل ما قلنا تهاجر الى الامعاء وتبدي تبيض، وهنا الايج برودكشن، فلاحظ هنا هاي الامعاء الغليظه. زين، وتطلع هنا البيضه اذا كانت جابونيكم ومانسوناي تطلع ويا الغائط، واذا كانت هيماتوبيوم لاحظ هنا تطلع يقول لي باليورين بلادر بالمثانه، وتطلع بالتالي ويا الادرار البيضه. فهاي يمكن دوره مبسطه يعني عن هذه الاولى، لكن هاي هي الحقيقه هي الاساسيه، تشمل الثلاث انواع وبالتفصيل، وتقول لك من هو الطور الاصابه، من هو الطور التشخيصي. فلاحظوا وانتبهوا جدا، مهم انه لانه بالامتحان ممكن تكمل لي او ممكن اجيب لك جزء من الدوره وانت تكمل لي اياها. زين،
نكمل طلاب اللايف سايكل اوف سيستوسوما. دوره حياه السيستوسوما هنا يعني دي يعني دي يشرح لك اللي احنا حكيناه. فباختصار راح امر عليها على السريع. السيستوسوما ايج ار اليمينيتد ويز فيسز اور يورين. اذا البيضه وين تطلع لي؟ اما ويا الغائط او ويا الادرار. انتهى الموضوع. الايج راح تفقس الى من هو؟ الى الميراسيديا. هذا الميراسيديا هذا هو راح يصبح ويفوت بالسنيل اللي هو يعتبر الانترميديت هوست، المضيف الوسطي. فهذا هو المضيف الوسطي، راح يمر داخل المضيف الوسطي. كم طور راح يتحول؟ راح يتحول الى السبوروسيست والى السيركاريا، راح بي تو جنريشنز. بينما انواع الفلوكس الاخرى شنو كان؟ كان اكو طور الريدي، تتذكرون ثلاث اطوار كانت اكو داخل جسم السنيال. هنا كم طور اكو داخل جسم السنيال؟ اونلي تو، اللي هو السبوروسيست. شوف سبوروسيست اند سيركاريا. السيركاريا راح تطلع ريليز فروم سنيال، راح تطلع من السنيال. ذا انفكتيف سيركاريا سوين بنتريت سكين اوف ذا هيومن، راح تخترق جسم الانسان اللي هو يعتبر شنو؟ الهيومن هو يعتبر الفاينل هوست. الفاينل هوست عرفت انه هو ليش فاينل هوست؟ لانه الطفيل يصل الى مرحله البلوغ الجنسي ويبدي يبيض. اوكي هنا الانسان ايش حيسوي؟ هذا هو باعتباره هو فاينل هوست، مضيف نهائي. and shed their fertile become schistosomules. من راح تدخل يقول لي هاي السيركاريا راح تفقد الذيل مالتها وتتحول الى طور الشيستوسوميولز. عرف الشيستوسوميولز، عرفنا انه هي larval stage in schistosoma species. اذا هي طور يرقي بدوده بانواع الشيستوسوما or schistosoma worm حسب انت شلون تريد تعرفها. الشيستوسوميولز هاي راح تهاجر عن طريق الفينا سيركيليشن، عن طريق يعني الدوره الوريديه to lungs then to heart and then develop in the liver، راح توصل للكبد طلاب. وش تسوي؟ exiting the liver via portal vein system then mature، راح تنضج. الميل والفيميل ادلت ورم كابل راح يتزوجون اند ريسايد ان ذا ميزنتريك مانيولز، راح تستقر بالاورده المساريقيه. هنا طلاب نكمل. for instance schistosoma japonicum is more frequently found in the superior mesenteric veins. زين هذه اجي لازم هذا المقطع، هذا المقطع اني راح اشرح لك اياه بنقاط اوضح. اذا الجابونيكم راح تستقر وين؟ بالاورده المساريقيه العلويه، هذه السوبيريور علويه، سوبيريور ميزنتريك فينز. اوكي دريننج ذا سمول انتستاين، اللي هي وين؟ تصب بالسمول انتستاين. اند الشيستوسوما مانسوناي اوكيرز مور اوفن ان ذا انفيريور ميزنتريك فينز، فينز اللي هي وين؟ بالاورده المساريقيه السفليه، دريننج باللارج انتستاين. اوكي فهنا انتبه، انتبه جدا زين. انا سويت لكم سلايدات اكثر موضحه واسهل من هذا اللي الشرح اللي تقروه. الشيستوسوما هيماتوبيوم موست اوفن انهبيت ان ذا فاسكولار اند بلفيك فينس بلكسس اوف ذا بلادر. اذا هاي وين؟ بالاورده طلاب اللي تصب وين؟ بالمثانه. هنا طلاب يقول لي ذا ايجز ار موف بروجريسفلي توارد ذا لومن اوف ذا انتستاين، يعني البيوض راح تنطرح باللومن مال الانتستاين اللي هي وين؟ بالشيستوسوما مانسوناي جابونيكوم، حتى تطلع ويا الفيسز وال اللي بالبلادر هي من هي الشيستوسوما هيماتوبيوم اند، وراح تطلع بالفيسز اور يورين ريسبكتيفلي، يعني هذولا يطلعون بالفيسز والهيماتوبيوم راح تطلع ويا من؟ ويا اليورين. نكمل. هذا طلاب هذه جزء من القلب، وهذا القلب هذا راح يضخ لي الدم، هذا الدم اللي هو المؤكسد، وهذا هو الدم الغير مؤكسد اللي موجود بالاوردة. شوفوا طلاب هنا يقول لي هنا if egg bypass the lungs they can disseminate to systemic circulation. إذا البيضة طبعا عبرت من اللانج ممكن الدم راح يضخها إلى أي أنواع من الجسم، وحتسبب لي طبعا مشاكل مو بس بالمثانة وبالأمعاء، لا راح تسبب لي هنا الشيستوسوما ممكن تسبب لي إصابات بالإنتستاين، الهيباتوسبلينيك، البولميناري، يوروجينيتال، سيريبرال and other forms of schistosomiasis. زين يعني شنو طلاب هنا؟ يعني حقيقة الشيستوسوما مو بس إنه البيضة راح تطلع لي ويا الفيسز والبيضة راح تطلع لي ويا اليورين، لا ممكن إنه
انه تصيب الدماغ، ممكن تصيب لي الرئه. ليش طلاب؟ لانه البيضه اذا عبرت يعني كان حجمها صغير وعبرت ووصلت الى احد هذه الاعضاء، حقيقه الطلاب من حتستقر بالعضو؟ شو تسوي؟ طبعا انا ما اريد افوت بهذا الموضوع، يعني اكو خلايا مناعيه راح تتجمع مداير البيضه، وش تسوي لي؟ تسوي لي كانه جرانيولوما، يعني شلون كتله حبيبيه، فيشخصوها بالكانسر عاده. طبعا هو مش دايجنوسيس، هاي يعني خطا بالتشخيص. فانه يعني اذا اكو طالب، طبعا هاي الملاحظه، يعني انه اذا يعني طالب يسالني انه ممكن توصل لاعضاء اخرى، اي ممكن توصل لاعضاء اخرى وتصيب اعضاء اخرى، بهالحاله الجسم شلون يدافع عن نفسه؟ الجسم يظل يدز هاي البيضه، مثلا البيضه استقرت بالمعده، خلينا نجي استقرت البيضه بالمعده، الجسم شو يقوم يسوي الطلاب؟ يدز خلايا مناعيه داخل المعده او مثلا بالسبلين او بالبانكرياس، زين، او اي عضو اخر، يظل يدز خلايا مناعيه بحيث تتجمع مداير هاي البيضه وتسبب لي فت كتله حويبيه يشخصوها عاده بالسرطان، اوكي؟ فهذه هي انه من تصيب اعضاء اخرى، لكن هي وين مقرها الاساسي؟ مقرها الاساسي اما بالامعاء الدقيقه او الامعاء الغليظه، او وين بالبلادر اللي هي وين طبعا بالاوريده. فلاحظ انه هذا البورتال فين اللي هي راح تنجمع كلها وتروح للكبد، فانه هذا هو توزيع شلون الدم دا يصير داخل جسم الانسان. اجي هنا طلاب، هذا يمكن فتشي اوضح لكم حتى تفهمون اني شنو دا اقصد. هذا حقيقة كلش مهم، كلش كلش مهم. فابتي شو اسمه مال سوناي، لوكيشن مالتها وين طلاب؟ اللوكيشن مال الدودة، هاي الدودة وين تستقر؟ فدائما انتم دا تغلطون بالجدول اللي ارسل لكم اياه، انا شرحت نهاية المحاضرة السابقة. اللوكيشن مال الدودة يعني شنو؟ اللوكيشن مال الدودة يعني الذكر والانثى وين حيقعدون وتبدي الانثى تبيض، اوكي؟ اللوكيشن مال الدودة، راح البيضة راح تكون موجودة بالانفيرير انتستاينال ميزنتريك فينز اللي هي وين؟ هذه، شوفوها هذه، انا حطيت لكم الدوارة السوداء، هاي تشوفوها، هاي الاوردة الانفيرير ميزنتريك فينز، اذا هاي هنا الاوعية او الاوردة المساريقية السفلية، اوكي؟ فهاي هنا من هي؟ هاي الشسسوما مال سوناي. اجي على السيستم جابونيكم، وين تستقر بهاي الاوردة؟ تشوفوها هاي الاوردة، هسه اشوف لكم اياها بعدين. زين، اجي اسم المرض اللي تسبب لي اياه الشسسوما مال سوناي، شنو اسم المرض اللي تسبب لي اياه؟ تسبب لي اياه الانتستاينال شسسوميسيس، اوكي؟ الانفكتيف ستيج مال الشسسوما مال سوناي هو السيركاريا، المضيف الوسطي مال الشسسوما مال سوناي هو السنيل، الايج شنو هي؟ وين راح اشوفها؟ ايش بيها الايج مالتها؟ وذ لاترال سباين. شوفوا هاي البيضه مال الشسسوما مال سوناي، هاي شنو هي؟ هاي ما دام الشوكه طرف جانبي عفوا، معناها هاي البيضه مال الشسسوما مال سوناي. فمن اجيب لك طلاب بالامتحان اقول لك انه دايجنوز ذيس ستيج، شخص هذا الستيج، شو تقول لي؟ ايج فقط. اقول لك شخص هذا الطور، شو تقول لي؟ ايج. اقول لك تو ويتش ورم ذيس ستيج بيلونجز، الى اي دوده هذا الطور يعود؟ ما دام انت شفت الشوكه هنا على الجانب، اذا تقول لي، تكتب لي الشسسوما مال سوناي، الى اي دوده يعود هذا الطور؟ الى الشسسوما مال سوناي، لانه مالتها البيضه الشوكه مالتها جانبيه. اجي هنا الفاينل هوست، من هو المضيف النهائي؟ هو الهيومن. الايج اكسكريشن، وين راح تطلع البيضه؟ راح اشوفها ويا الغائط ويا الادرار، ما دام هي وين تصب الامعاء هنا، فاني راح اشوفها انه الامعاء الغليظه، معناها هذه البيضه راح تطلع لي ويا الفيسز، وين الايج وين راح تنطرح؟ ويا الفيسز. والدايجنوسيس طلاب، وين مالتنا التشخيص؟ شرح اشوف شلون اشخص الدوده، شلون اشخص الاصابه بدوده الشسسوما مال سوناي؟ اشوف الاوفا ان ستول، اور تقدر تقولي الايج ان فيسز، حسب انت شلون. هذا يعني اهم شيء توصل لي انه رايحه البيضه، راح اشوفها بالخروج، شكل البيضه شلون يكون؟ تكون بها فد شوكه جانبيه. اكمل الشسسوما جابونيكم، انتبه الشسسوما جابونيكم اللوكيشن مال الطلاب مالتها يعني دودة وين تستقر؟ تستقر بالسوبيريور انتستينال ميزنتريك فينز، بالأوردة المساريقية المعوية العلوية سوبيريور. شوفوا الطلاب، كانوا يقولون أنهم كنت بقدكم، يقولوا لي تذكرون سيارة السوبر؟ هي كانت يابانية المنشأ، فجابونيكام سوبيريور هيك اربط سوبيريور جابونيكام، اوكي؟ يعني هيك كانوا يربطون اياه حتى شنو يعني، هو من باب يعني الطرافه حتى يسهلون لنا عمليات الحفظ.
بالإضافة إلى أنه اللوكيشن مال الشيستوسوما جابونيكوم تستقر بالأوردة المساريقية الألوية للأمعاء الدقيقة، أوكي؟ للأمعاء شنية الدقيقة. وكانوا يقولون أنه دائما اليابانيين يكونون هيك صغار وملسين، حتى شوكة ما بيها البيضة مالته هيك حقيقة، كانوا يشبهون الأمور، وأنا أشوفها يعني أشياء يعني فعلا انه ما تخلي الطالب ينسى. اذا هذه البيضه مال الجابونيكوم ما بها اي شوكه، وتكون البيضه مالتها صغيره، وتستقر بالسوبيريور انتستينال ميزنتريك فينز، والديزيز هو اسمه داء المشقات الشرقي الاورينتال شيستوسوميسيس. الانفكتيف ستيج هم هنا مال الشيستوسوما جابونيكوم. هاي طبعا اشياء كلها من دوره الحياه، لكن فصلت لكم اياها بطريقه اسهل لك. طور الاصابه هو السيركاريا، الانترميديت هوست هو السنيل، المضيف الوسطي الايج هي يقول لي البيضه ايش بيها مواصفاتها، يقول لي سمول وذاوت سباين، والفاينل هوست هو الهيومن، والايج اكسكريشن ان ستول همينه راح تطلع ويا الستول. ليش؟ لانه الدوده راح تستقر بالاورده اللي توصل للامعاء الدقيقه، هاي طبعا هي السوبيريور ميزنتريك فينز. والدايجنوسيس طلاب هو الاوفا ان ستول، انه هي البيضه ايضا راح تطلع ويا الستول. اجي الشيستوسوما هيماتوبيوم، هذا النوع الاخير من الشيستوسوما، طبعا هاي هي الكلى، اوكي، وهذه هي الاورده اللي تودي للمثانه. فشوفوا هنا أنا هاي كلها عبارة عن الأوردة والجهاز البولي، فأنا واردة أدوخكم بيه، بس أهم شيء أنه تعرف أنه هاي هي المثانة، فالبيضة راح تجي تطلع لي ويا الإدرار. لاحظ شكل البيضة أنه يكون كبيرة، وتكون الشوكة مالتها بالنهاية طرفية. فلاحظ أنه location veins of urogenital system، وين الذكر والأنثى راح يستقرون، يبدون الأنثى تبيض بالأوردة مال الجهاز البولي التناسلي، أوكي؟ إذا هذه مهم، اللوكيشن مال الدودة. الديزيز طلاب شنو اسمه؟ البلهارزية. أنا أعرف أنه البلهارزية طلاب هو شنو؟ عبارة عن إدرار يطلع وياه شنو؟ دم، أوكي؟ فالإفكتيف ستيج هم مال هذه الدودة نفس الحكي، كلهم ذولا الثلاثة تشوفوهم، الإفكتيف ستيج، الإنترميديت هوست، الفاينل هوست، دي تشابهم بي. وين دي يختلفون طلاب؟ بشكل البيضة بالإيج دي يختلفون، وموقع خروج البيضة والتشخيص. عندنا اثنين متشابهين أيضا بخروج البيضة، بمكان خروج البيضة، وبالدايجنوسيس اللي هم المانسوناي والجابونيكام. يعني وين دي يختلفون؟ فقط بشكل البيضة، يعني وموقع وجود الديدان البالغة واسم المرض وياه، فهاي الأشياء تفرق بيناتهم. هنا الطلاب البيضة يقول لي big with terminal spine، البيضة كبيرة with يعني شوكة نهائية. الفاينل هوست هو هم الهيومن، حسب يشبه ذولاك الاثنين البقية. الاي اكسكريشن وين؟ باليورين. ذولاك الاثنين كانوا وين؟ بالستول. دايجنوسيس اوف ان يورين، الشخص البيضة اشوفها بالادرار، هذولاك الاثنين وين؟ اشوف البيضة بالستول. فبهالاشياء تقدر تفرق لي بيهم. اذا يختلفون باللوكيشن، اسم المرض، يختلفون بشكل البيضة، وخروج البيضة ويا بشنو تخرج وشكل البيضة. زين اكمل طلاب على clinical presentation. شنو يعني شلون واحد يعرف انه هو مصاب بشيستوسوما؟ شنو ممكن يصير عند هذا الشخص؟ ال symptoms of schistosomiasis are not caused by the worms themselves but the body reaction to the eggs. شنو هذا الحكي قصدي بيه؟ انه الشخص حقيقة الاعراض اللي راح تصير عنده هو مو بسبب وجود الدودة البالغة، لكن بسبب وجود الايجز البيضة. طلاب البيضة هاي تشوفها بها شوكة، فهاي الشوكة عادة من تتواجد بالمثانة، المثانة احنا نعرفها انه هي عبارة عن كيس عضلي، تمام لو لا؟ يعني تتوسع وتتضيق حسب وجود الادرار بيها، تمام؟ فهاي الشوكة عادة اللي موجودة بالبيضة تخدش لي المثانة، وبالتالي راح يطلع لي الدم ويا الادرار. فانه هاي الاعراض اللي صارت لي هي مو بسبب وجود الدودة البالغة، لكن بسبب وجود من هو؟ البيضة، بسبب وجود البيضة. A local cutaneous hypersensitivity reactions following skin penetration by circaria may occur and appear as small itchy lesions. زين حقيقة طلاب من السيركاريا إذا تدخل إلى داخل جسمنا، هي إذا تخترق الجلد مالتنا، تمام لو لا؟ فش حيصير عند هذا الشخص؟ يقول لي itchy lesion، حيصير عنده فد نتبة تكون تحكه، itchy lesions راح تحكه بسبب وجود شنو؟ لأنه السكن مالت البنتريشن باي من هو؟ باي سايك بار سيركاريا عفوا، لأنه الجلد اخترق من هو؟ السيركاريا، إذا راح تطلع له فد نتبة تحكه هذا الشخص بمكان دخول السيركاريا.
acute schistosomiasis. acute schistosomiasis يعني توا شخص انصاب بالمرض يعني كم يوم، ايش حيصير عنده؟ كاتاياما فيفر راح تصير عنده، فالحاله المرضيه هاي مهمه. ممكن اجيب لك سؤال الوصل الكاتاياما فيفر واجيب لك مثلا الترايكوموناس او اجيب لك الشيستوسوما او اجيب لك الكريبانوسوما، ويا من توصل لي بسؤال الوصل توصل لي ويا الشيستوسوما، لان الكاتاياما فيفر هي هذا الحاله المرضيه تخص الشيستوسوما. It's a systemic hypersensitivity reaction، هذا تعريفها، that may occur weeks after initial infection especially by Schistosoma mansoni and japonicum. بعد الإصابة طلاب بالشيستوسوما مانسوني والجابونيكم بعد يعني تقريبا أسبوعين هيجي راح يصير عند الشخص hypersensitivity reaction، يعني جسمه كله عبارة عن شلون يصير عنده فد حساسية مفرطة بالجسم، يعني جسمه كله عبارة عن يصير به فد نقاط حمر، هاي يسموها systemic hypersensitivity reaction، فرط حساسية. أوكي، هذا الشخص عادة من ينصاب بمنه بالجابونيكم والبالمانسوني، فهاي الحالة المرضية ايش اسميها؟ اسميها الكاتاياما فيفر. مهمة زين. المانيفستيشن انكلود سيستميك سيمبتومز، ساين انكلود فيفر، الشخص ممكن يعاني من فيفر، قحة، ابدومينال بين، وجع بالبطن، دياريا، هيباتوسبلينوميغالي، انتفاخ بالجزء الكبد والطحال، انت ايوزينوفيليا، انا اعرف انه من ترتفع معدل كريات الدم الحمراء، عفوا كريات الدم البيضاء الحامضية معنى هذه عندي اصابه شنو طفيليه بالديدان. اوكي، فايوزينوفيليا هاي ممكن الشخص انه هو يسوي فحص فتطلع هذه عاليه ويعرف انه هو مصاب باحد انواع الديدان، لكن ما يشخص انه يا نوع بالضبط انه هي مصاب يا نوع موجوده. اوكيجينالي شيستوسوما انفكشن ماي ليد تو سنترال نيرف سيستم ليجنز، ليش قلنا ليش ممكن تروح للدماغ؟ بسبب البيضة، إذا عبرت للدماغ راحت للدماغ، فراح تتجمع الخلايا المناعية مدايرها حتى تقضي عليها هذه الدودة، وبالتالي إنه هي حتظل البيضة محافظة على نفسها، وراح بسبب تجمع مجموعة كبيرة من كريات الدم البيضاء الدفاعية مداير هاي البيضة راح تصير عندي مثل الكتلة حبيبية، ويوصفوها بالليجن أو يسووها كانسر، يعتبروها جزء من الكانسر، يعني ورم يعتبروها، ويعني لازم انه يعالجون الموضوع. Continuing infection may cause granulomatous، شوفوا granulomatous reaction and fibrosis in the affected organ، يعني انه هذا باستمرار الإصابة وانه من ظل البيوضة تهاجر الى مكانات اخرى عن طريق الدم راح تصير عندي granulomatous reactions، يعني تفاعلات مناعية راح تصير عندي كتلة حبيبية and fibrosis، تليف بالعضو اللي مصاب به مثلا الليفر والسبلين او the association sign and symptoms، راح يترافق طبعا باعراض حسب الشخص شلون يقوم يحس بالاعراض تظهر عليه. الباثولوجي of schistosoma hematobium schistosomiasis include الهيماتوريا، انتبهوا هنا الشيستوسوما هيماتوبيوم راح تسبب لي حالة مرضية اسمها الهيماتوريا، اللي هي انه البلاد ريليز with يورين، انه الدم راح يخرج ويا الادرار، هو نفسها الهيماتوريا، هو نفسها البلهارزيه، انتبه هذه مهمه. اذا الهيماتوريا وين موجوده؟ منو تسبب هيا دوده؟ دوده ايش اسمها؟ هيماتوبيوم، يعني بالامراض اللي اسمها هيماتوبيوم بالهارزيه بين قوسين الهيماتوريا تكتب لي. اوكي، اجي الطلاب يسأل السلايدات اللي مطلوبه من عندنا بالمحاضره، هذا هو اللي تشوفها، هذه الذنب مشطور النهايه، هذا يا طول هو السيركاريا، فمن اجي اقول لك اسالك سؤال دايجنوز ذيس ستيج، شخص هذا الستيج، شو تقول لي؟ سيركاريا، سيركاريا ستيج. من اقول لك تو ويتش ورم ذيس ستيج بيلونجز، الى اي دوده هذا الطور يعود؟ تقول لي للشيستوسوما. اذا اقول لك طلاب تو ويتش تايبس اوف فلوك ذيس stage belongs، الى اي انواع من الفلوكس هذا الستيج يعود؟ تقول لي للبلاد فلوك. اوكي، للبلاد فلوك. زين، هذا الطلاب هو عباره عن انواع، هاي فرق بين البيوض، هذه هي المانسوناي، هذه الهيماتوبيوم، وهذه هي الجابونيكا، هذه بدون شوكه، فمن اجي اقول لك شخص هاي البيضه، شخص هذا الطور تقول لي بيضه، اقول لك تو ويتش ورم ذس ستيج بيلونج، تقول لي للشيستوسوما مانسوناي، هذا لانه الشوكه بالنهايه هاي للشيستوسوما هيماتوبيوم، وهذه هي ما دام الشوكه على الجانب هي للشيستوسوما مانسوناي. هذه هي الايج ستيج. اجي هنا الطلاب، هذا هو عباره عن الذكر والانثى تحت المجهر، يعني هاي لو احنا عندنا مجهر وعندنا السلايد هذا هيك بهالشكل تشوفوه،
هذا هو الذكر اللونه وردي فاتح، والانثى هاي دي تشوفوها اللي هي عباره عن طالعه طبعا من جسم الذكر قد ما طويله، وهي عباره عن الانثى. فمن اقول لك diagnose this stage تقول لي الادلت ستيج، اوكي مرحله الدوده البالغه. اوكي اقول لك to which worm this stage belong تقول لي الشيستوسوما، الى اي دوده هذا الطور يعود الى، او هاي المرحله تعود الى دوده الشيستوسوما كابلز، هاي يعني الذكر والانثى. هنا طلاب طبعا هنا مو كلش واضح السكرز، السكرز هذا المحجم الفمي وهذا هو المحجم البطني بالنسبه للذكر. شوفوا هذا الصوره اوضح انا جبت لكم اياها، هذا الطلاب شوفوا الذكر والانثى، هذا هو عباره عن المحجم الفمي وهذا هو عباره عن المحجم البطني، هذا هو الفنترال سكر. لاحظ شوف الانثى، لاحظ الانثى شلون طويله ومتوضع داخل هذا الجروف، هذا الجروف ده تشوف هذا جاينيكوفوريك كانال، هذا هو عباره عن القناه اللي تستقر بها الانثى. هذا مهم اذا اجيب لك اياها، واذا اسالك انه هذا وين موجود بيا نوع من الانواع الديدان الجاينيكوفوريك كانال تقولي بالشيستوسوما، بالميل اوف شيستوسوما. فلاحظ هنا هذا اللون وردي هو الجاينيكوفوريك كانال اشرت لك عليه، هذه هي الفيميل، هذا هو الميل يكون عريض وقصير، وهذا هو الاورال سكر وهذا هو عباره عن الفنترال سكر. زين طبعا هذه هي عباره عن التستس، انا ما ارد افوت بالموضوع ولا يعني اشرح لكم عليه لانه لازم ناخذ مال كل الانواع. هذه الطلاب هي محاضرتنا لليوم، رجاء اي سؤال او استفسار اريد تسجلوه بالبوست المخصص للاسئله. بهذا اني اكون يعني توقفنا هنا بالمحاضرات، راح نكفي الماده بكويزات واجبات يوميه، الى حين انه يصير عندنا وقت للامتحان النهائي. فرجاء سجلوا اسئلتكم واستفساراتكم، والتقيكم ان شاء الله يوم السبت المقبل. شكرا لكم.